حرصنا على أن يكون ممثلاً لكل الطيف الحقوقي بكل تعدديته. مبادرة مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان بتنظيم هذه الندوة العلمية التي تجمع مختلف الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والحريات والخبراء الجامعيين المختصين في المجال والخبراء الأمميين، تستهدف دراسة الوضعية العامة للمشهد المدني والحقوقي في بلادنا واستكشاف سبل تطوير العلاقات بين تكوينات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية مع مختلف الأجهزة الدولة ومؤسساتها. في الفترة الأخيرة برزت أسئلة مقلقة، وعبر المجتمع المدني من خلال بعض الجمعيات الفاعلة والأساسية على نوع من القلق لتدهور العلاقات مع الدولة ومع الحكومة ومع المؤسسات العمومية. نحن نعتقد بأن المملكة المغربية في ظل الإصلاحات التاريخية التي باشرها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، خاصة في مجال الحقوق والحريات، لا يمكن له أن يسمح باستمرار هذا التوتر وهذا التشنج. هناك مساحات كبيرة لبناء علاقات الثقة على قاعدة الشفافية، على قاعدة العقلانية، وبما يمكن الجمعيات من أن تترجم على الميدان ما جاء به دستور المملكة من إلحاح على الديمقراطية التشاركية. أولا لابد أن نحيي في البداية مركز الشروق على هذه المبادرة، يعني التي كان من المفترض أن يقوم بها أو أن تقوم بها الهيئات الحقوقية الوطنية الرسمية والشبه الرسمية، لأن لا يمكن أن نضع أسس قوية لمجتمع ديمقراطي يتسم بالاستقرار بدون أن يكون فيه إشراك للمواطن، والمواطن يشتغل عبر هيئات. هذه الهيئات نسميها المجتمع المدني، كاين مجتمع السلطة وكاين المجتمع المدني. المجتمع المدني يجب أن نغير منظورنا إليه، لا يجب أن نضعه في مصاف العدو أو الخصم. المجتمع المدني يجب أن يكون شريك في كل شيء، أن نستمع إليه، وهو الرقيب على عمل الحكومات. لا يمكن أن نطلق يد الحكومات بشكل مطلق في تسيير الشأن العام ما لم تكن هناك رقابة شعبية. رقابة شعبية هي المجتمع المدني، يجب أن يكون للمجتمع المدني هذا الدور، وليكون له هذا الدور يجب إعادة النظر بشكل أساسي في الأسس الفلسفية والنظرية لبناء منظومة الحريات العامة. الحريات العامة ديال 1958 أتت في سياق تاريخي نعرفه جميعا، خرجنا للتو من الاستعمار، وكان القصد قصد المشرع آنذاك قصد جيد، لأن كنا نحتاج إلى استرجاع الثقة لدى المواطن في مؤسسات بلاده في الاستقلال الوطني، وبالتالي كانت خطوة كبيرة قانون الحرية العامة. ولكن بعد هذه السنوات الطويلة لابد من مراجعتي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.